السيارات المتوفرة في بنك كنعب 2023. السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي، ما تنسوا تشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس، ديروا النجم للفيديو، ربي يحفظكم ان شاء الله. قروض كنعب بنك للمواطنين قاربت مليار 1000 مليار دينار سنة 2022 في انتظار خروج اول سيارة فياض الجزائرية المصنعة سنة 2024 في وهران، خصص بنك كناب الجزائري جملة من العروض التنافسية المغرية جدا في إطار القرض الكلاسيكي والقرض الإسلامي عن طريق المرابحة. العرض الذي طرحه كناب بنك وقت قياسي في معالجة الملفات الدراسة في أسبوع، فائدة تنافسية مغرية، تسليم سريع للسيارة لا يتجاوز شهر. وقام الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كناب بنك بمنح قروض قدرت ب 991 مليار دينار سنة 2022 وجهت لتمويل المشاريع والرهن العقاري حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية. وأوضحت بيانات البنك أن القروض التي منحت للأفراد قدرت قيمتها ب 991 مليار دينار جزائري سنة 2022 بزيادة قدرها 8.3% مقارنة بسنة 2021. وأضاف نفس المصدر أن هذه القروض وجهت للرهن العقاري بالمرتبة الأولى بقيمة 611 مليار دينار بزيادة قدرت ب 8.7 مقارنة ب 2021 التي كانت قيمتها 557 دينار. أما قيمة القروض المشتركة مع البنوك الأخرى فانتقلت من 188 مليار سنة 2021 إلى أكثر من 219 مليار لسنة 2022. بالمقابل بلغت قيمة القروض الممنوحة للمرقين العقاريين 123 مليار دينار وقيمة قروض الإيجار فقط 2.2 مليار دينار. أما عن قيمة قروض السيارات فبلغت 850 مليار دينار، فيما بلغت القروض الشخصية 28 مليون دينار، والقروض الأخرى مجتمعة قدرت ب 788 مليون في سنة 2022. وأكد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أن مدة معالجة الملفات الطالبة للقروض تتراوح بين يومين إلى 30 يوم، وأن العمل على تحسين الخدمة برقمنة ومعالجة الطلبات سيتم العمل بها في أقرب وقت. ما تنساوش خاوتي اشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس، ديروا النجم للفيديو، ربي يحفظكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.